محمد معليش نوضحه فقط للجمهور الجزائري، لأنه هي مجرد تجربة تقنية للتلفزيون الجزائري مع الاتحادية. شوف الفار هو الإعادة، يعني باش يوضح لك الصورة باش الحكم يرجع باش يشوف مرة ثانية اللقطة، هل أخطأ أو أصاب. هذا والفار هنا على مستوانا لأول مرة، هي إلا ما هي تجربة تقنية، وإن شاء الله تعمم على كل حال على مستوى كل الفرق. وهذه التقنية تتطلب وسائل الفار. نعم في مخالفة، الحكم أعلن عزاد شاف يعني القرار صحيح، والفار كذلك يعني اللقطة واضحة، والفار يعني